أعطى أب لابنه يوما كيسا مليئا بالمسامير وقال له: يا بني، كلما أهنت شخص أو ضربت شخص أو جرحت شخص اذهب إلى سور الحديقة واطرق فيه مسمارا. لم يفهم ذلك الولد لماذا طلب الوالد منه ذلك، ولكنه امتثل لأمر أبيه وأصبح كلما يظلم أحدا أو يصرخ بوجه أحد أو يجرح أحدا يطرق مسمارا في ذلك السور. ومع مرور الأيام أصبح الولد أكثر تحكما في نفسه، وانخفض عدد المسامير التي يطرقها كل يوم في السور، إلى أن وصل اليوم الذي لم يطرق فيه ذلك الولد أي مسمار في السور. فطار الولد من شدة الفرح وذهب إلى والده وأخبره بذلك وقال له: أحسنت يا بني، أنت الآن شخص تتحكم في نفسك وفي أعصابك، ولكن مهمتك الآن لم تنتهي. استغرب الولد وقال: وماذا أفعل يا أبتي؟ فرد الوالد وقال: كل يوم يمضي ولا تزعج أو تجرح أو تظلم فيه أحدا انزع مسمارا من ذلك السور. مضت الأيام واستمر الولد في نزع المسامير في كل يوم لا يؤذي فيه أحدا، إلى أن وصل اليوم الذي نزع فيه ذلك الولد آخر مسمار في ذلك السور. فطار الولد من الفرح وذهب إلى والده ليخبره بذلك، وعندما أخبره أخذ الأب ابنه إلى السور وقال: أحسنت يا بني، فأنت الآن لم تصبح شخصا متحكم في أعصابك فقط، ولكنك أصبحت شخصا طيبا ولا تؤذي أحد. ولكن انظر إلى الثقوب في السور التي خلفتها تلك المسامير، لقد استطعت يا بني أن تنزع المسامير التي طرقتها، ولكنك لا تستطيع محو تلك الثقوب التي تركتها المسامير. وكذلك هم البشر يا بني، عندما تجرح أحدهم فأنت تطرق مسمارا في قلبه، قد تستطيع أن تنزعه بالاعتذار، ولكنك لن تنزع أثره وسيبقى ذكرى مؤلمة في حياة ذلك الشخص. لذلك يا بني لا تجرح الآخرين أو تؤذيهم بكلامك، فإنك لن تستطيع محو ذلك الجرح إلى الأبد. ولذلك عليك أن تحفظ لسانك وتكون لك أثر طيب عند الناس. وهكذا علمنا ديننا الإسلامي الحنيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكلام: الكلمة الطيبة صدقة. قصة تستحق المشاركة، فلنشاركها.